إذا رأيت رجلا من الرافضة أو من الناصبة أو من الخوارج فهل يجوز قتله أو سبه وشتمه؟ ما يجوز لك القتل، قتل ما يجوز، هذا الولي الأمر بعد الاستتابة وبعد الإجراءات الشرعية يجوز الفوضى، كل يقتل ما يجوز، هذا الحدود والقصاص لا يقيمه إلا ولاة الأمور، وإلا تحصل الفوضى. وأيضا لا بد من ثبوت الحكم الشرعي، وهذا لا يكون إلا عند القاضي، ما هي بالمسألة فوضى. أما إنك تنكر عليهم وترد عليهم، نعم رد عليهم وأنكر عليهم، نعم.